ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. ولسه مصور دلوقتي فيديو افضل الموبايلات في السنه، بتكلم فيه عن افضل موبايلات نزل في 2020. ولكن كان واجب عليا زي كل سنه اعمل لكم فيديو اسوأ موبايلات في 2020 وما تروحش تشتريها حتى في 2021 او 2022. طبعا الفيديو ده بيزعل مني شركات كتير جدا زي ما عمل الفيديو اللي فات، ولكن زي ما انا بعمل لكم افضل موبايلات لازم اعمل لكم اسوأ موبايلات او احذركم ان انتم ما تشتروش الموبايلات دي. في موبايلات من اللي انا هقولها مش وحشة قوي او ما فيهاش تكنيكال ايشو، ما فيهاش مشكلة تقنية، ولكن الموبايلات دي هي ابعد حاجة من القيمة مقابل سعر، بعيدة كل البعد عن القيمة مقابل سعر. فعشان كده بقول لك ما تشتريهاش في حاجات او في بدائل افضل. ولكن حابب اقول لكم حاجه في السريع كده، لو انت حبيت تشتري الموبايل ده من سوق او جوميا او اي موقع اونلاين، هتدخل على موقع وفر اكس، ومن خلال موقع وفر اكس هتدخل على الموقع اللي انت عايز تشتري منه، واول ما هتشتري من سوق او جوميا او امازون او اي موقع انت عايز تشتري هيجي لك كاش باك، يعني ممكن توفر في الموبايل ده تقريبا 200 300 جنيه في الحدود دي. فلو انت عايز تشتري اي حاجه من المواقع التسوق الاونلاين هتخش على موقع وفر اكس الاول وبعدين تخش على المواقع دي. هسيب لك رابط موقع وفر اكس تحت في صندوق الوصف. اول موبايل ما تشتريهوش وهو الهواوي Y8P. هواوي Y8P نزل كده في الفئة المتوسطة. سلام عليكم، ايوه يا هواوي، عندنا موبايل ب 3800 جنيه. الموبايل ده بيقدم ايه؟ بيقدم شاشة سوبر اموليد وبصمة تحت الشاشة. ايه ده بجد؟ والله طب تمام جدا، الله عليك، ماشي ب 3800 جنيه سوبر اموليد وكده وبتاع وبصمة تحت الشاشة، كويس جدا. ولكن معلش عندنا حاجة صغيرة كده، المعالج كيرن 710. انا هو اللي قال، انا ماليش دعوه. 710 مع 6 جيجا رام و128 جيجا ما بيلعبوش ببجي على الاعدادات المتوسطه للجرافيكس. اه ممكن يستخدموا السوشيال ميديا عادي، الفيسبوك بقى والواتساب والماسنجر والكلام ده هيعيش معاك عادي، 710 مش بيقول لا. ولكن لما تيجي على الالعاب او لما تيجي على البرامج الثقيله 710 مش هيفيدك. فاذا انا اعمل ايه بالشاشه السوبر اموليد والبصمه تحت الشاشه على عيني وعلى راسي، ولكن الموبايل جايب كيرن 710 زي ما احنا قلنا، بطاريه 4000 ملي امبير وما فيهوش شحن سريع، الشحن اللي بيجي معاه 10 واط، وهو نفسه مش بيدعم الشحن السريع. مش افضل قيمه مقابل سعر الصراحه. الموبايل ما فيهوش حاجات تقنيه كبيره قوي غير ان هو ما فيهوش خدمات جوجل، عرفنا خلاص. ولكن الموبايل ما فيهوش مشاكل خرافيه قوي غير ان هو مش افضل قيمه مقابل سعر زي اخوه الصغير اللي هو الواي 6 بي. الاثنين نزلوا مع بعض بالظبط، يعني هواوي جت نزلت لنا كده الموبايلين دول مع بعض. ولكن مشكلته برضو زي اخوه الكبير وهي المعالج، ما عندناش بقى خلاص سوبر اموليد وما عندناش بصمه شاشه وكمان ما عندناش المعالج. المعالج هنا ميديا تك بي 22، بي 22 اللي هو اصلا لو فتحت السوشيال ميديا وكده مش هيشتغل معاك في السوشيال ميديا، في الفيسبوك والواتساب ممكن يهنك شويه. نزلوه تقريبا ب 4 جيجا رام 64 جيجا، وده كويس في الفئه السعريه. طبعا زي ما قلنا شاشه الاي بي اس عادي بتاعته، ما فيهوش حاجه مميزه قوي. كاميرا رئيسيه 13 ميجا بكسل، عندنا كاميرا الترا وايد ودي حاجه انا احترمها. كاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل، كاميرا ضعيفه، يعني انت مش بتاخد كاميرات قوي في الفئه السعريه دي. ولكن الموبايل البي 22 اللي فيه او المعالج اللي فيه ما كانش مساعده خالص ان هو يتحط في الفئه السعريه دي، خصوصا برضه ان هو بيجي من غير خدمات جوجل. سيبك من هواوي بقى ونروح على فيفو. فيفو واي 30، انا عملت على الجهاز ده مراجعه، هو واخوه الكبير واي 50. الواي 50 ممكن، يعني الواي 50 انا ممكن اسامحه شويه، 8 جيجا رام صحيح، ارخص موبايل ب 8 جيجا رام كان ب 4000 3800 في الحدود دي. الواي 30 هو اللي ب 3000 جنيه. بتاخد ايه بقى ب 3000 جنيه؟ بتاخد معالج ميديا تك بي 35، هيبقى شويه سلس معاك في السوشيال ميديا، مش هتلاحظ فيه اي حاجه. ولكن لو لعبت عليه ببجي مش هتلعب على اقل اعدادات، حتى يعني اقل اعدادات للجرافيكس ممكن تقطع شويه. معرفش ازاي ب 3000 جنيه وليه فيفو عملت كده مع انها بتنزل موبايلات كويسه وبتاع، بس هو مش افضل قيمه مقابل سعر الصراحه. كمان الكاميرات بتاعته لما انا جربتها، الكاميرا الاماميه بالذات كانت كاميرا سيئه، كاميرا مش حلوه خالص، 8 ميجا بكسل مش حلوه خالص، حتى في ضوء النهار ما كانتش بتديني افضل حاجه. البطاريه بتاعته 5000 ملي امبير كويس وكده، ولكن ما فيهوش شحن سريع مثلا في فئه ال 3000 جنيه، بقينا نشوف خلاص 18 واط حتى هو ما فيهوش. فالموبايل ده انا مش بنصحكم تشتروه لان هو مش افضل قيمه مقابل سعر. برضو الموبايل ما فيهوش حاجه تقنيه او ما فيهوش حاجه غلط في الموضوع، ولكن هو مش افضل قيمه مقابل سعر، في افضل منه بكتير. رابع موبايل وهو لسه نازل من اسبوعين، في وقت نزول الفيديو ده هو لسه نازل من اسبوعين، وهو من اوبو اي 93. الموبايل ده انا جربته، ما عملتلوش مراجعه، كنت عامل له لايف مع احمد مدحت على الفيسبوك، ممكن تروحوا تشوفوه في صفحه الفيسبوك بتاعتي. الموبايل ده غريب جدا، الموبايل ده نازل بالمعالج اللي هو البي 95 اللي كان في الرينو 3 برو، رينو 3 برو
كان فيه البي 95 والبي 95 قوي ما قلتش اي حاجه، ولكن بسعر الموبايل ده 5400 جنيه او 5300 جنيه انت حرفيا مش بتاخد اي قيمه مقابل سعر. ازاي فئه الاي اصلا الاي 91 والاي 92 والكلام ده كله كانوا بيتميزوا بالستيريو سبيكرز، يقول لك احنا سلسله الاي احنا بنتميز بالستيريو سبيكرز، سماعه يمين وشمال، مش ميزه قوي الصراحه ولكن كان ميزه في الفئه دي. جم شالوا الميزه دي من الاي 93، حطوا لنا شاشه سوبر اموليد، شاشه كويسه جدا وبصمه تحت الشاشه وبتاع، ولكن انا حرفيا ليه اروح اشتري الجهاز ده واسيب الرينو 4؟ الرينو 4 دلوقتي بقى بيتباع في المحلات ب 5400 جنيه، انا عارف ان ده فئه وده فئه وده رايح لفئه من الناس وده رايح لفئه من الناس، ولكن انا كمحمد انا اروح اشتري الرينو 4؟ انا لسه قايل الرينو 4 هو افضل موبايل ب 6000 جنيه او ب 5800 جنيه في الفيديو اللي فات بتاع افضل موبايلات، انا اروح اشتري الرينو 4. رينو 4 على الاقل هيديني شحن سريع 30 واط، الموبايل اللي ايه 93 شحن سريع 18 واط. والغريب في الموضوع ان اوبو نزلت مع الاي 93 اي 73 في نفس الوقت، الاي 73 اللي هو ارخص واقل في الامكانيات من الاي 93 بيجي بشحن سريع 30 واط، ولكن الاي 93 18 واط. ما اعرفش في حاجه غريبه في الموبايل ده، تسعيره على الامكانياته على ان هم شالوا الستيريو سبيكرز. انا ما اعتقدش خالص ان الموبايل ده كان هينزل باسم اي 93، كان هينزل باسم حاجه تانية، لكن ان انت تحطه في سلسله الاي 90 بالذات ما يركبش، فاهم؟ خامس موبايل وهو موبايل فيه عيب الصراحه، وهو شاومي نوت 9، مش ريدمي 9 ولا نوت 9 اس او نوت 9 برو، نوت 9. نوت 9 ما فيهوش حاجات هاردوير قوي او ما فيهوش مشاكل هاردوير قوي، كل المشاكل اللي انا كنت لقيتها فيه ساعه ما كنت بجربه هي مشاكل سوفت وير. الجهاز كان تقيل جدا ما اعرفش ليه، كان بيجي بالمعالج اللي هو جي 85، بس الجهاز كان تقيل في السوفت وير، تقيل في التنقل بتاعه. ما اعرفش حلوا المشكله دي ولا لا، ولكن انا الصراحه مش برشح الموبايل ده لاي حد عايز يشتري موبايل في فئه ال 3000 جنيه. تخيلوا ان انا لما مسكت الريدمي 9، مش النوت 9، الريدمي 9 العادي كان سلس اكتر من النوت 9، ما اعرفش ليه الصراحه. فالنوت 9 مش متاكد منه قوي الصراحه عشان التجربه بتاعتي ما كانتش افضل حاجه. سادس موبايل وهو الريلمي سي 17. الموبايل ده غريب جدا، يعني ريلمي تخيلوا لما تنزل الريلمي 7 اللي هو انا بالنسبه لي ان هو افضل موبايل في الفئه المتوسطه حاليا، الريلمي 7 بيقدم لك 65 واط شحن وبطاريه كبيره وكاميرات كويسه و90 هرتز ومعالج جي 95. ريلمي 7 لامم كل حاجه، وتيجي تنزلها موبايل كده ارخص منه ب 800 جنيه تقريبا او ب 900 جنيه، موبايل امكانياته غريبه جدا. ريلمي اصلا كانت بتشتهر بالقيمه مقابل السعر. انا ما اعرفش الموبايل ده بصراحه نازل يعمل ايه. موبايل بمعالج سناب دراجون 460، معالج في الفئه الاقتصاديه جدا، موبايل كاميراته متواضعه 13 ميجا بكسل، مش افضل كاميرات في الدنيا، موبايل بشاشه من نوع اي بي اس، اي نعم 90 هرتز ولكن بدقه اتش دي بلس مش فول اتش دي. الموبايل ده صحيح نسيت اقول لكم سعره 3600 جنيه، بشاشه اتش دي بلس، كمان بيدعم شحن سريع لغايه 18 واط، كويس ان هو بيدعم، بطاريه 5000 ملي امبير، ولكن هو بكل تاكيد مش افضل قيمه مقابل سعر النهائي. انت بتاخد 90 هرتز في الفئه السعريه دي، ولكن اعمل ايه ب 90 هرتز بمعالج 460 سناب دراجون 460؟ هعمل ايه ب 90 هرتز؟ هشغل بيهم ايه اصلا؟ يعني المعالج كتر خيره ان هو مشغل 90 هرتز وسريعه فعلا شغاله، الموبايل شغال 90 هرتز مش بقول لا، ولكن هعمل بيهم ايه؟ انا مش هعرف العب العاب مثلا على اعلى اعدادات، مش هعرف اعمل حاجه، فما لهمش لازمه خالص. شاشه اتش دي. سابع موبايل وهو موبايل غالي قوي صراحة، يعني ممكن لو جبتوا الموبايلات اللي انا قلتها دي يعني ما تزعلوش قوي، 3000 جنيه 4000 جنيه 5000 جنيه ما تزعلش قوي، ولكن لما تروح تجيب موبايل ب 16000 جنيه وتزعل ده اللي هيزعلك جدا. السامسونج جالاكسي نوت 20، السامسونج جالاكسي نوت 20 هو ابعد ما يكون من القيمة مقابل سعر، والاس 20 اف اي اللي سامسونج نزلته بعده واللي هو ارخص منه ب 4000 جنيه افضل او بيقدم لك قيمه كبيره جدا او اكتر بكتير جدا من النوت 20. النوت 20 شاشه دايناميك اموليد فول اتش دي فلات 60 هرتز في 2020 16000 جنيه مش هينفع. النوت 20 ظهره مصنوع من البلاستيك، الاس 20 اف اي مصنوع من البلاستيك بس ده ارخص منه ب 4000 جنيه، وكمان الاس 20 اف اي 120 هرتز، النوت 20 60 هرتز. بصراحه انا مش شايف اي سبب في العالم تجيب النوت 20، روح هات يا باشا الاس 20 اف اي هو نفس الجهاز بل يكاد يكون اكتر كمان او اقوى من النوت 20، شاشه 120 هرتز كل حاجه في الدنيا وهتوفر 4000 جنيه. انا مش عارف صراحه النوت 20 ليه سامسونج نزلوه ولكن ده اللي حصل. كده خلصنا الاجهزه اللي في بالي او الاجهزه اللي بتضايقني نفسيا لما حد يجيب سيرتها، فحد يجيب لي سيره الاجهزه دي بقى ايه
في حاجة غلط في الأجهزة دي. نروح بقى على الموبايلات اللي انت ما تشتريهاش بشكل عام، أو إمكانيات الموبايلات اللي انت ما تشتريهاش بشكل عام. أول حاجة المعالج، ما تشتريش أي موبايل بمعالج أقل من سناب دراجون 665، ولو كان المعالج من ميديا تك ما تشتريش أي موبايل أقل من جي 70 أو بي 90، ولو كان المعالج من سامسونج ما تشتريش أي معالج أقل من الإكزينوس 9611. المعالجات دي ما تشتريش أقل منها عشان مش هتتبسط مع الاستخدام الجهاز، يعني مش هتعرف تلعب، مش هتعرف تدخل على السوشيال ميديا قوي، يعني مش هتتبسط من الجهاز عموما. طيب ما تشتريش بطارية أقل من 4000 ملي أمبير أيا كان الوضع ايه. طبعا موبايلات دلوقتي بقت 5000 و4500 وبتاع، ولكن برضو في حالة ان انت لقيت موبايل اقل من 4000 ملي امبير ما تشتريهوش. كنت هقول 4000 جنيه مش عارف فيه. برضو ما تشتريش موبايل ما بيدعمش الشحن السريع على الاقل خالص 18 واط عشان تعرف تشحنه، لان مواضيع الشحن ال 10 واط دي الصراحة زهقت منها خالص، وبتشحن موبايل من 0% حتى لو موبايل بطاريته 4000 او اقل كمان في 3 ساعات وفي 3 ساعات الا ربع. ارقام صراحة تضايق جدا، خصوصا لو انت مستعجل، مثلا نازل مستعجل وعايز تحط الموبايل على الشاحن على الاقل 18 واط يعني. ما تشتريش برضو موبايل بدون بصمه، ما اعتقدش ان في موبايلات بدون بصمه، بس في موجود في السوق دلوقتي لغايه دلوقتي يعني موبايلات من غير بصمه، ما يعني ما مش حلوه خالص ان انت في 2020 تشتري موبايل تقعد ترسم الباترن او تكتب له باسورد او حاجه يعني. برضو ما تشتريش موبايل بمايكرو يو اس بي، لان خلاص اسلاك المايكرو يو اس بي او التكنولوجيا دي ادمت جدا، والشركات ما بقتش تستخدمها حتى في الموبايلات الاقتصاديه دلوقتي، بقت بتشوف يو اس بي تايب سي، وفي الحاجات عموما بتاعتنا يو اس بي تايب سي، حتى الجهاز ده يو اس بي تايب سي، ما علينا، كل يو اس بي تايب سي دلوقتي. فعلى قد ما تقدر هات موبايل يو اس بي سي. ما لقيتش موبايل يو اس بي سي ماشي يعني مفيش مشكله، بس برضو يعني ما تشتريش موبايل لما بتيجي تركب له ميموري كارد تشيل الشريحتين او يجي على حساب الشريحتين. اشتري موبايل دايما 3 سلوت ديزاين، اللي هو الشريحتين وميموري كارد في نفس الوقت، مش ميموري كارد جاي على حساب شريحه ثانيه، ولو ما بيسموها هايبريد. واخيرا ما تشتريش موبايل اقل من اندرويد 10 في 2020، لان السكيورتي بتاع اندرويد 10 احسن بكتير طبعا من اندرويد 9، والفيتشرز او الامكانيات اللي انت بتاخدها في اندرويد 10 اعلى، ويا ريت يعني يبقى اندرويد 11، لان احنا خلاص داخلين على 2021 وهتلاقي كل الموبايلات نازله باندرويد 11، فتاكد ان هو على الاقل ممكن يجي له تحديث اندرويد 11 قبل ما تشتري. وبس كده، طبعا ده فيديو سنوي بتاعي اللي هو بيزعل مني كل الناس والشركات، وما فيش حد فرحان غير اللي هو لسه ما جابش موبايل فبياخد بالنصايح اللي انا بقولها له مثلا، او في ناس جابت موبايلات اللي انا قلتها دي وتقول انت ازاي بقى بتقول الكلام ده وبتاع. سمع علينا، طبعا مضلم النور بقى وعامل عكس الفيديو اللي فات. لو عايزين تشوفوا افضل موبايلات في 2020 روحوا شوفوا الفيديو اللي فات، تلاقيه منور كده وبتاع، بتكلم بحماس كده، انا بتكلم دلوقتي بايه، بهدوء ومش عارف ايه عشان ايه، ربنا يستر. المهم لو عجبكم الفيديو استفدتوا منه، تنساش تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة او الاشتراك في القناة عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفه فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.